السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة أولياء الأمور الكرام، نرحب بكم في أكاديمية إعداد الدولية في عامها الدراسي الجديد 2020-2021، فأهلا وسهلا بكم جميعا. والآن سنوضح لكم كيفية التسجيل عن بعد من خلال هذا الفيديو عبر هذا الرابط الذي سيكون متاحاً في جميع وسائل التواصل الاجتماعي التابع للأكاديمية. الخطوة الأولى هي فتح الرابط الذي يظهر أمامكم، وحينها سيتم تحويلكم إلى موقع التسجيل. يرجى اختيار اسم المدرسة أكاديمية إعداد الدولية، ومن ثم سيتم فتح صفحة التسجيل الخاصة بالأكاديمية. قبل البدء بالتسجيل يمكنكم تغيير اللغة إلى العربية بسهولة، وذلك بالضغط على حرف العين الظاهر في يسار الصفحة. أما الخطوة الثانية فهي ملء جميع الخانات المتاحة أمامكم كاملة، ولن يكتمل التسجيل في حال ترك أحد الخانات فارغة. وفي هذا الجزء تحديدا سيتم إرفاق المستندات اللازمة. يرجى إرفاق جميع المستندات في ملف واحد بصيغة مايكروسوفت وورد وتحويله إلى PDF أو إلى ملف مضغوط كما هو موضح لكم في هذه الصورة. وللتعرف على هذه المستندات قوموا بالضغط على المستطيل الأزرق Terms and Conditions، أي الشروط والأحكام، وقراءة الجزء السادس بعناية. كما أن الاستمارة أيضاً تحتوي على معلومات متعلقة بسياسة الرسوم والمعلومات الصحية للطالب. وفي حال كان يعاني من مشاكل صحية يرجى ذكرها في المستطيل الأبيض في نهاية الاستمارة والمعنون ب Admission Letter، أي خطاب القبول. وأيضاً لا تنسوا قراءة الجزء التاسع مع المعلومات الإضافية للأهمية. وأخيراً حتى تكتمل عملية التسجيل اضغطوا على كلمة I agree، أي أنا موافق، حتى يتم تفعيل الإرسال في نهاية الاستمارة. ولإنهاء عملية التسجيل قوموا بالضغط على هذا المربع، وعليكم إكمال هذه الخطوة حتى تنتقلوا إلى الخطوة الأخيرة وهي النقر على كلمة إرسال. وبهذا سيتم إرسال الاستمارة تلقائيا، وعندها سيتم التواصل معكم لتحديد موعد لاختبار تحديد المستوى لابنكم عن طريق برنامج زوم، وبعدها يمكنكم الدفع عن طريق التحويل البنكي. نشكركم على حسن متابعتكم، متمنيين وجودكم معنا في أكاديميتنا أكاديمية إعداد الدولية.